سبحانه وتعالى يقسم بالمخلوق، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله، لأن ربنا لا يسأل عما يفعل كما قال في القرآن وهم يسألون. يعني ربنا أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم شنو يعمهون. لكن ما بيجوز للإنسان يا أخواننا يقسم بمخلوق، يقول وحات النبي، يقول وحات الرسول، يقول وحات جدي، يقول وحات أولادي، يقول وحات الكسر والملاح، يقول وحات أبويا الشيخ فلان، ده كله أخواننا حرام وشرك. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ولأن أخواننا الشرك ربنا ما بيغفره، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليه يا أخواننا؟ لأنه حاجة حقت الله، حقت الله تديها للمخلوق. كيف الآن أنت لو قاعد في السوق وجزول شال منك مثلا بضاعتك أو غيره، طوالب تشاكل معه، ليه تشيل حاجاتي؟ أنت لو دار تشتري مفروض تأخذ قروش، ليه تشيل حاجاتي؟ شاكل معك طوال وما يرضى. لكن كيف يا أخواننا حق الله؟ مثلا الدعاء، لو وقعت في مصيبة تدعو الله، تقول يا الله تمرقني، كما نادى الأنبياء. ربنا حكى صور قصص الأنبياء ليه يا أخواننا؟ عشان نحن نباري الأنبياء ونعمل زي ما عملوا الأنبياء عشان ربنا يقبلنا. ربنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وربنا سبحانه وتعالى قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال يا الله أنا جاتني مصيبة، فسأل ربنا سبحانه وتعالى، لأنه الله اللي عنده أي حاجة، وما في مخلوق عنده حاجة مع الله. إذا كان ربنا قال لي أفضل البشر الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، ربنا قال قل إن الأمر كله لله، ما بيجوز تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيجوز تدعو صالح من الصالحين. كويس؟ ده كله يا أخواننا من الشرك ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل. عشان الزول يا أخواننا يمشي لله نجيط كما قال إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودائما يا أخواننا شوف في موضوع مهم، أوعك تلعب فيه والعقيدة. العقيدة دي ده الميزان اللي بيقبلوا به والأعمال يوم القيامة. ربنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهمت؟ فالزول يبعد يا أخواننا من مظاهر الشرك. من مصيبة الشرك إنه بيحبط الأعمال. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نمرة اثنين، صاحبه قاعد جوا النار ما بيبرك كله كله. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه. وين مأواه؟ معناه شنو؟ معناه سكنه الدائم، سكنة دائمة. ها؟ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك ما عنده شفاعة يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة يوم القيامة. قال وإني اختبأت دعوتي، قال فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. دي بشرة سمحة ولا ما سمحة؟ سمحة. لكن البيلقامون عندها شرط، قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك يا أخواننا الإنسان عقيدته تكون في الله. كويس؟ ما تمشي لك ليزول يقول لك أنا بكتب لك. طيب سؤال، أنا داير ده يحفظني الحجاب ده، لما تمشي الحمام بتدخله جوا ولا برا؟ يقول لك لا يا أخ ده فيه غران ما بدخله جوا. هو ما في غران. طيب نفترض إنه غران بتخطه برا، طيب الحافزك جوا بيطش، وده بيط الشياطين ذاته، ده المحل ذاته المفروض تلبس فيه الحجاب. المحل المفروض تلبس فيه الحجاب أنت بتقلعه برا. لو دخلت به جوا أنت هنت الغران، لو ما دخلت به جوا الحافظك جوا منو؟ ما ده سؤال. أنت في بطن أمك
كان عندك شنو؟ ربنا قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها شنو؟ حافظ. ما بيحفظك إلا الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن عباس ابن عمه ودعم مطوالي وركبوا في الحمار عليه الصلاة والسلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، ودي لابد كلنا نحن أخواننا محتاجين لها. قال لو احفظ الله يحفظك، يعني حدود الله أبعد منا بعيد، أوامر الله تقوم شنو؟ تقوم تعمله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ما قال له اسألني أنا. الآن ناس كتار يمشي له لي بيان ولا لي قبة ولا لي قبر ولا لي زوم مدفون ولا يسافر له من هنا مروقة وين 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 عشان دائرة الزول ده يعمل له حاجة، ما بيعمل حاجة. قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة دي كلها ربنا كاتب لك 1,000,000 جنيه، الأمة دي كلها قاموا جابوها عشان تمسك منك 1,000,000 جنيه بيقدروا؟ قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان كده ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. والله ربنا لو دار ينزل للناس رحمة البني آدمين ديل كلهم لو جوه ما يقدر يمسكوه. ولذلك قال ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآية دي معناها شنو؟ العلماء قالوا معناها معناها الناس دي كلها في أصلهم كلهم خسرانين، كلنا نحن خسرانين إلا منو؟ في ناس ما بيخسر. ربنا قال إلا الذين آمنوا، ديل الناس الوحدوا تمام توحيدهم قوي وعملوا الصالحات، الفرائض، رمضان يصوم لو قدر نافلة، لو قدر الصلوات كده، وعبادته تكون زي عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجيب له بدع جديدة، يجيب له صلوات مقطوعة من رأسه وأذكار من رأسه ويذكر الله بطريقة من رأسه. ده كل يا أخواننا في الشريعة ما بيجوز، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تعمل حاجة يوم القيامة بيزالوك، عملتها لمنو؟ الله يقول لك يا أخي أنا عملتها لله، ده صح نمرة واحد. صح نمرة اثنين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمله؟ أيوة عمله. طيب عمله كيف؟ أنت عملت زيه؟ عملت زيه كده أنت عبادتك إن شاء الله مقبولة. لكن لو عملتها لله وما كانت زي ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم برضو باطل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في ناس ما دارين الجنة، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عشان كده ما تجيب لك حاجات من رأسك. في ناس تلقاهم واحد تلقاهم ماسك له أوراد في متى ويكتب للناس وده كل أخواننا من الدجل والشرك، ما بيجوز يا أخي، ما بيجوز. غير ربنا ما بيحفظك. الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد كتب لهم حجبات، خلي عقيدتك دي في الله، وانت لما تخلي عقيدتك في الله بتكون مرتاح، بتكون زول راجل ما بتخاف، ما في زول بيملك لك حاجة. الأمة دي كلها مهما بلغ ما بلغ ما بيقدر يسوي لك حاجة. عشان كده ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ودي الدعوة إلى الله، توري الناس الحق، والحق مر، الناس ما بيقبلوا. ناس قتلوا أنبياء، أنبياء كرام، أنبياء بوروا الناس ودارين للناس الخير، في ناس قاموا الأنبياء ذيل قاموا قتلوهم. عشان كده ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه لما تدعو الناس للحق في ناس كتار ما بيقبلوا. قال لك شنو؟ أصبر. عشان كده وصية لقمان لابنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدين شنو؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك شنو؟ من عزم الأمور. الدعاة إلى الله لابد يوروا الناس الحقيقة ويوروهم التوحيد ويوروهم الشرك. ما ممكن تتكلم فوق عن مواضيع مهمة ومن الدين، لكن دي ما أولوية، الدين ده ما فيه أولويات. النبي صلى الله عليه وسلم رسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. تربنا أداك منبر تقوم توري أول حاجة الناس العقيدة،
وتصبر والناس ما بيرضوا، لكن ربنا إذا رضى عنك ما يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، يعني زول بيرضي الناس لكن شنو؟ في سخط الله. ربنا قال: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في نهاية المطاف الناس كلهم بيقول لك: يا زول هوي، الزول ده مستهبل ساكت. وقال: ومن أرضى الله في سخط بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعو للناس توحيد وبدأ الدعوة، عمه أبو لهب ذات وعمه عديل عمه لزم قال له تبا لك لهذا جمعتنا، ده عمه عديل وعشيرته وقبيلته طلعوا برا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان داري يرضي منه، داري يرضي الله. بعد ثلاثة أو كم سنة لما جاء فتح مكة، بعد 12 سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فتح مكة قال لي أهله شنو؟ اذهبوا فأنتم شنو؟ الطلقاء. الناس خشوا ربنا، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله شنو؟ أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فربنا رضى عنه الناس. الآن إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان الناس بيقولوا شنو؟ صلى الله عليه وسلم. فأنت قول للناس الحق، وما يهمك الناس إذا سخطوا وإذا رضوا ما دام أنت على الحق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.